بتحبي المعجنات على الفطار؟ ايه رأيك النهاردة نعملها بطريقة جديدة؟ هنعمل النهاردة مع بعض لفائف عجينة العشر دقايق بالتركي والسلامي. يلا بينا. هنجيب 2 كوب دقيق، معلقة كبيرة خميرة، معلقة سكر، ورشة ملح، ربع كوباية لبن بودر، وعليهم ربع كوباية زيت، وهنحط عليهم مية دافية ونعجنهم لحد ما العجينة تتلم. هنغطيها ونسيب العجينة بتاعتنا 10 دقايق تخمر، وده شكل العجينة بعد ما تخمر. هنرش رش دقيق ونبتدي نفرد العجينة. في صينية البيتزا هندهنها زيت وهنحط العجينة فيها ونبتدي نفردها، ومن نص العجينة هنبتدي نقطعها شرايح مثلثات. نبتدي نرص السلامي وهنحط عليهم شرايح التركي، وهنحط عليهم شرايح الزيتون، وهنحط الجبنة الموتزاريلا، وبعدين هنقفل العجينة بتاعتنا وهنكسر البيضة وهنبتدي ندهن العجينة بتاعتنا، وهنرش عليها حبة البركة وهندخلها فرن سخن لحد ما تستوي ووشها يحمر. وده شكلها بعد ما طلع من الفرن، حلوة مش كده؟ ألف هنا. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.